الجزئيه دي الاستاذ احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجاريه. يا استاذ احمد اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحه والسلامه. تسلم يا فندم. ودايما بازدهار وتقدم. الله يحفظك يا فندم. التاثير المباشر وحضراتكم كغرف تجاريه لامسين الوضع في السوق في الاسواق، التاثير المباشر لضريبه القيمه المضافه على المواطن المصري. احنا تهنا ما بين ناس بتقول ان هي مش هتاثر على المواطن البسيط وناس تانية بتقول لا هتاثر على المواطن البسيط. انتوا في الغرف التجاريه حاسين ازاي الموضوع ده؟ خلينا يعني في البداية نتكلم على فلسفة قانون ضريبة القيمة المضافة. المفروض ان في اي بلد في العالم قانون القيمة المضافة هي من احد القوانين اللي تمثل العدالة في شكلها العميق، لان اللي بيتحملها هو الاكثر انفاقا. حضرتك واخد بالك؟ الأكثر يعني إنفاقا. الأكثر إنفاقا بيتحمل أكثر من الأقل إنفاقا. هي دي فلسفة ضريبة القيمة المضافة. تمام؟ الجزء الثاني اللي أنا عايز أتكلم فيه الحقيقة إن إحنا في ظروف اقتصادية معينة. هذه الظروف تستدعي إن إحنا نصلح من الموازنة العامة للدولة. بإن احنا نقلل من المصروفات ونزود الإيرادات بتاعت الدولة حتى تستطيع أن تفي بالالتزامات التي نص عليها الدستور، خاصة فيما يخص التعليم والصحة بصفة أساسية والبحث العلمي بصفة أساسية أيضا. فاللي انا عايز اقوله لحضرتك ان اما جه المشرع يعني يتكلم على قانون القيمه المضافه مسك مجموعات من السلع اللي بتمثل مباشره محدود الدخل وعفاها كلها من هذه الضريبه. طيب استاذ احمد، يعني انتم كغرف تجاريه متوجه ليكم